بسم الله السلام عليكم كي دايرين لاباس كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصباحكم ان شاء الله زوين وايامكم تكون بخير وعلى خير اليوم جبت لكم واحد الوصفه خاصه بالاطفال وحتى الكبار المهم ان هاد الوصفه خاصه للكبار عفوا للصغار الكبار ماشي عليه معليش اللي بغى يستعمل يستعملها الوليدات اللي تيخافوا كيفيق في الصباح ما كيقدرش يفطر كيمشي للمدرسه بلا فطور كيجي كي كيبقى يبكي بالوجع كي بالكرش ديالو هنا في هذه البلاصه الا قالت لي المعلمه راه عندك التمرين ولا ما درتيش شي شي حاجه بخصوص الدراسه دي دي ديالك كيبقى يبكي كي عنده الخوف وعنده الالام انت يقدر لا ياكل ودائما الدري اللون ديالو دي شاحف يعني بومزوي طريقه سهله هو راه كاين السيرو ديالو دي ولكن السيرو كي هاد العلاج اللي غنعطيك كيعاون داك السيرو يعني هاد العم هاد العمليه اللي غنعطيك ديرها في دارك كتخفف عليك داك الوليد كتخفي عليه بزاف لانه هنا تيحس تيحس بحال هاز شي حجره هنا في هاد البيصه الوليد ما يقدرش يقول الكبار راه عارفينه تيحس براسو بحال شادو شي حد من هنا ومزيرو تيخاف اي حاجه عنده الخوف خوف من الاستاذ الخوف من اللي على برا الخوف من اي واحد يخاف عنده المشكل ديال الخوف وخصوصا هاد القصه ديال المدرسه من ملي كتقولي الأستاذة، ملي كتقولي الأستاذة راه عندكم غدا ولا عندكم غدا ولا ما جبتيش شي حاجه كي المهم كيتشدك كي الوليد كي ما كيبقى لا ياكل حتى شي حاجه وأي حاجه كلاها كتضر وخصوصا الحاجه اللي فيها الغاز مناضه عصير ليمون شي حاجه مم. اللي تكون بارده واللي ثقيله في الهضم بحال الرفيسه بحال كسكسو بحال شي حاجه المهم تق... عندها العسر في الهضم هذه الطريقه اللي غديرك ان شاء الله الا تبعتيها معايا الوليد ديالك ما يبقاش يعاني حتى الكبار اللي بغا يديروها سهله كتاخذي طيب في زيت العود بسم الله هذه العمليه خصك ديرها مع الصباح قبل ما يفطر الوليد ومن الاحسن عندك السبت الحد ديالك الشكوت هذا السبت الحد ديالك دايره ان شاء الله بسم الله انا ما عنديش لي يشد ليا التليفون باش يعاوني في التصوير خصك ديريها بجيدين كتهني السره ديالك ب, ب... بشويه الزيت البلديه بسم الله كديري حركات دائريه فوق السره هكا طلق شويه كريشه ديالك طلق طلق ما تبقاش مزير هكاك بسم الله بسم الله انت كديري حركات دائريه وكتوسعي الحركه الدائريه الوليد تيحس بالراحة ومرة مرة هكا هالضليعات تجبدوهم ليه إلا ما عرفتيش يشد فوق شي باب يشد فوق شي باب ويبحالا غا باش هاد الضليعات يتجبدو حيت غا الوليد كيفيق من الناس ربما ما كتعطيش فطر كتعطيه شي حاجة ديال السقاط الحانوت كتقولي سير المدرسة كيمشي المدرسة الخلعة ديال المدرسة والخلعة ديال لاميطريس والخلعة ديال حيت كاين شي وليد اللي عنده الخوف هكاك مزروع فيه من عند الله كاين شي وليدي تيكون خواف وتيكون انطوائي تيجي بغي فراسو هاد الصرة هادي كتشد وفاش كتحطها بحال هكا كتحسي بواحد الضريب خفيف هذاك راه هو بومزوي شنو هو بومزوي هو العصب ديال الجهاز الهضمي كله فين تيجي كاين اللي تيجي في في, في, في اصعب هو المصران كاين تيجي في المعده كاين تيجي في المصيرنات تيضعفو تيضعفو كتبقاي ديري هاد الحركه الدائريه حركة بحال هكا حركات وكتوسعي كتكوني عاونتي شويه داك العضلات ديك العرق هذا العرق اللي هو اللي تيعبر به الطونسيون تيكون في اليسار مع الناس الكبار كثرت الوقفات تيتجمع عليهم الدم هنا تيحس بواحد الالام كلام مزيان تيتقل بقى جيعان تيسخف هذا هو ابو مزوي انا كان عندي معاناه معاه ولكن بحال بفضل هذه الحركات عاونت راسي وفي حاله الوليد كلا كسكسو ولا كلا رفيسه ولا كلا شي ماكله أه الهضم ديالها تقيل ما عليك الا تعاوني بكاس الزعتر كاس الزعتر الماء مغلي وديري فيه الزعتر وتخليه يطلق بدون سكر يشربو باش يسهل عليه ديك العمليه ديال الهضم باش دوز بخير على خير راه العمليه انا خصصتها للصغار ولكن حتى الكبار ممكن يدير على ظهره بوحديته مع الصباح قبل ما يفطر يدهل الكريشه ديالو بشويه زيت بلديه وهاد العمليه هذه ان شاء الله يكون بخير وعلى خير ومن وراها من الاحسن ما يشربش شي حاجه بارده الماء بارد الليمون ممنوع من الاحسن ديري ليه حسيوه فيها نوع من الاعشاب نافع الزعتر فليو شي حاجه اللي تعاونو الاثنين والثلاث والاربعاء والايام الاسبوع ديال المدرسه راه طبيعي الحال عادي انا غير دويت على السبت والحد خصيصا هاد العمليه خصها دير حنت المدرسه ما يمكنش نوضي في الصباح ودير لي هذه العمليه وتصيفطي لانه غيطرخا المهم عندك السبت الحد بحول الله راه كافيه فين ما يحس بداك الوجيعه وداك الالم تبقى يدير لي هذه العمليه هذه وان شاء الله كنتمنى ان هذه العمليه ت... تقوموا بها الوليدات الصغار ديروها اليوم والكبار راه ممكن يستعملها بوحديتو ولكن من ورا هاد من وراء هذه العمليه ما ياكلش شي حاجه اللي ثقيله ومن بعد الحسوه ياكل اللي بغا وان شاء الله كنتمنى راه مجربه ونافعه باذن الله الوليدات اللي تيكونوا يخافوا كيتقلقوا وما تي ما دائما معصبين هاد العمليه ان شاء الله راه ساهله <applause> وبسيطه ديرها في اي وقت كنتمنى ان شاء الله الميساج يكون وصل دائما كنجيب جديد وما تنساوش بالاشتراك باش ان شاء الله نفيدكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته